يعني حاليا القعدة بوجودكم عابد فهد ماجي ابو غصن باسم مغنية ريم استزدنا من ثقافتك كمان ومن تذوقكم للشعر بس مضطرين تتركونا الليلة بعد في طلعة على اهدن للاسف طلعة اهدن واوردر 6 الصبح و يعني بنفهمكم بنفهم هالزركه بالوقت والستريس لانه رح يكون عندكم 7 ايام تصوير خلال شهر رمضان يعني بعد بدايه بالزبط. يعني ببلش العرض ونحن عم نصور نحن بانتظار 24 خيرات بعتقد رح يستحق اسمه وان شاء الله بيكون رمضان كريم عليكم وعلى الجميع نشكركم لحضوركم معنا ميرسي لك ان شاء الله بنرجع نحكي عن اعمال ثانيه بحديث البلد شكرا كثير واهلا وسهلا فيك بحديث البلد سمير يوسف انت زميلنا بالام تي في معد ومقدم برنامج عاطل عن الحريه اللي عم ينعرض كل احد بعد الاخبار على شاشه الام تي في واللي شرع ابواب السجون اللبنانيه لاول مره بالاعلام ليخبر السجين قصته من مرحله الطفوله لتاريخ ارتكاب الجريمه باطار توثيقي منظم ومشاركه اختصاصيين بالامن والقضاء وعلم النفس والاجتماع عن جد هو برنامج خرق وفي حلقات معينة يعني أثرت كتير بالجمهور في أنا شخصيا رح نحكي عنها أكتر سمير بتقول أنه فكرة البرنامج منتشرة بنسخات أجنبية مختلفة بس هو الأول من نوعه بالعالم العربي اليوم كيف عم تقدر تعطي السجين الحق بالكلام مع ضمان عدم تضليل الرأي العام أو استفزاز الضحايا عاطل عن الحرية هو البرنامج اللي انطلق فكرته من الأساس إنه نعطي حق الحكي للسجين أو لكل شخص ارتكب أفعال جرمية أو سرقوا أو تعاطوا مخدرات أو تجروا بالمخدرات أو زوروا عملة أكثر موضوع ممكن يستفز العالم ويستفز أهل الضحايا هن جريمة قتل صح فكان بالأساس إنه وقت يطلع السجين يخبر كيف ارتكب هيدي الجريمة وشو الأسباب اللي وصلته لهيدي الجريمة كان هدفي بأكثر الأوقات أنه أرجع بآخر كل حلقة أني روح عند أهل الضحايا وشوف شو رأيهم بهيدي الجريمة وليش هيدا الشخص ارتكب الجريمة أيام يكونوا هن عندهم سبب أنه ارتكب الجريمة يعني هن مشاركين بطريقة أو بأخرى لأن ما في حدا بيرتكب جريمة لحاله يعني في سبب للضحية بيكون عمل شيء الضحية هيدا المجرم وبيتقبلوها أهله هلا أغلبية الأشخاص اللي بيكون عندهم ضحية توفى أو انقتل ما بيسامحوا بس أنا صار في إذا الناس تابعوا على الام تي في حلقه صارت بعيد انا هيدا اللي بدي احكي عنها هي حلقه بعتقد شغلت كل الناس وكانت حديث البلد رح اترك لك انت المجال تحكي عنها هيدي الحلقه هي عملت قفزه نوعيه بعاطل عن الحريه لانه خلت الاول شيء الناس وكل اهل الضحايا يفكروا مزبوط انه هل فينا نسامح او ما فينا نسامح لانه هيدي المره هي سامحت القاتلة تبع ابنها كبت لها ابنها على البالكون فتقلك شو الاكسبيريانس مع هالمرة خصوصي انه انا عم نحكي عن مدام التوم ايه مدام ليلى التوم من طرابلس اللي جارتها وصديقة عمرها اجت وعن سابق اصرار وتصميم جتت لها ابنها اللي عمره سنتين ونص سنتين ونص على البالكون عن البالكون من الطابق الخامس من طابق اكثر حتى من الخامس هلا كرمال ما هيدا الموضوع يستفز اهل الضحيه يعني اهل الولد انا بعد ما سجلت مع السجينه زرت اهل الضحيه او اتصلت فيهم وجربت زورهم فكان عندهم رفض قاطع انه نحن هيدي المره ما بدنا نشوفها ما بدنا نسامحها
وهذا الموضوع ما بدنا نحكي فيه لحديت ما طلعت الحلقة. موضوع مؤلم، ما بدهم يرجعوا يفتحوا. مؤلم صح، ونحن متفهم أهل الضحايا يعني بهالموضوع. فمن بعد ما طلعت الحلقة على الهواء اتصلت المرأة وقالت لي أنا بدي شوفها لابتسام الكاشف، بدي شوف وبدي أطلع سامحها. اللي هي أم الصبي. أم الصبي بعد ما سمعت شو قالت القاتلة، صح، قاتلة ابنها، قالت إنه هي بدها تطلع، بدها تطلع زورة. بس سمعت لها دفوعة، بس سمعت قديش ندمانة، بس سمعت قديش عايشة معاناة، وكان صار لها 17 سنة. شفناك عم تبكي بهالحلقة. إيه صح. سمير اليوم من خلال حديث البلد رح تكشف ولأول مرة على الشاشة عن هوية أقدم سجين بالسجون اللبنانية. صحيح. بس قبل بدنا نشوف البلاير الخاص فيه، شو رأيك؟ نبلش؟ بلاير باسم. هلا فتح الحبس أنا ومدت معنا الحبسة. مدت صار 34 سنة. وصى بي وصى جارنا، اثنين ماتوا، اثنينهم ميتين. شو كنت تتعلم بالمدرسة؟ كنت اتعلم عربي وكنت اتعلم حساب. ايه معي والله معي 4000 ليره حق السياره، حطيتهم بنك انترا. ليك هلا عم فكر نظهر لبرا، شو رايك؟ ما قادر والله، ما قادر، متاخر ما قادر اطلع. اللي بيأثر انه اخذته وقت ليتذكر شو كان يعلم. صحيح. واللي بيأثر انه حاطت مصرياته ببنك اليوم ما بقى موجود. صح. يعني بنك افلس من زمان وتسكر، يعني هيدا انسان خارج الزمن مثل ما شفناه. معقول يكون ناسي او عم بيخترع الاجوبه؟ لا هو مش عم بيخترع هالاجوبه، هو الاجوبه الصادقين كلهم تبعه. صح. لان انا درست كل الملف تبعه وبعرف كل تفاصيل الجريمة، ورح تنعرض بعد شهر رمضان على الام تي في بكل الحيثيات تبعها. هذا السجين اسمه محمد علي نور الدين عيتاني. نعم. على فكرة هو قال 34 سنة بس حسب القضاء اللبناني وخلاصة الحكم هيدا فات على الحبس ب 23/3/1978، يعني له تقريبا 37 سنة، وسنة فعلية مش سنة سجنية لأنه السنة السجنية 9 أشهر. صح. بس هو له من 78، يعني غلطان بثلاث سنين. صحيح. محمد عيتاني هو استاذ مدرسة، قتل جاره وقتل بيو. محمد عيتاني بيو له؟ بيو لإله. محمد عيتاني في كتار بلبنان مفكرين إنه ميت مثلا. محمد عيتاني ما حدا بيزوره من 37 سنة بسجن رومي. هيدا الفيديو. صحيح إنه هو كان محكوم سنة لأنه مريض؟ هذا السجين هو محكوم إعدام خفض إلى سنة واحدة لحين الشفاء. هذا الحكم بينحكم فيه عادة كل السجناء اللي بيرتكبوا جريمة اللي عندهم أوضاع نفسية. نعم. فبينحكموا من إعدام لأنه ارتكب جريمة قتل بيه وجاره. نعم. خفضوا له إياها بسبب وضعه النفسي. وكيف إلى سنة واحدة لحين الشفاء. بس هالسنة مدت 37 سنة. هلا هيدا الزلمه هو من كتار قلت لك حوالي 38 سجين ببيت الازرق، وفي كمان بكافه السجون ما حدا بيزورهم، ما حدا بيسال اذا هيدا الزلمه اكل ما اكل. في بس قوى الامن الداخلي بيهتموا فيهم، بيلبسون، بيعطون الادويه. بس بعد ما شفت هول السجناء اللي هن بالمأوى الاحترازي حسيت لو شو ما بده يكلفني هالموضوع، حسيت انه هيدا الموضوع لازم بقى ينحط له حد. خلص يعني 37 سنة ما حدا يعني فكري فيها، ما حدا بيجيب له. لا هيدا الزلمة الحكم إعدام عم ينعدم كل يوم، كل يوم عم ينعدم. تنفترض خيب الحبس. نعم. وفايت 5 سنين. نعم. ما بيقدر يظهر من الحبس تروح أنا إكفل وظهره. نعم. فكيف هيدا الزلمة اللي ما حدا سئلين عنه بده يظهر من الحبس؟ بده يجوا يبدوا يعملوا تعهد انه هيدا الزلمه نحن بدنا ناخده ونحطه بمأوى، نحطه. هول الجماعه ما بيشكلوا بقى خطر على المجتمع، هول الجماعه لازم يطلع حدا يطلع يكشف عليهم، يشوفوا وين لازم يروحوا
يعني أقله يموتوا بسلام، بعتذر على هذا التعبير بس أقله يموتوا بسلام. بس هيدا الحل، الحل لازم ينعمل تعديل قانون إنه هيدا الزلم يجي ينكشف عليه بشكل خطر على المجتمع بيضلوا بالحبس، ما بشكل خطر على المجتمع بيروح بيقعد بين أهله. هذا الهدف الأساسي من الحبل. بالقضاء يعني. بيقولوا آخر شيء فكرة بقولها، بيقولوا إنه نحن بناخد بعين الاعتبار أهل الضحايا. نعم. يعني أنا هون بدي أقول لأهل الضحايا إنه هن خسروا هالشخص بعائلتهم. نعم. بس مش ضروري يشاركوا بجريمة تانية لو حتى أزيون هول الناس، بس بيسوى إنه ينفتح لهم فرصة يروحوا يرجعوا يقعدوا بين أهلهم. نعم، خصوصا انه دفعوا كفايه. صح. دفعوا من عمرهم. مين عم بيساعدك اليوم سمير لحتى يكون هالبرنامج ممكن؟ في اكيب عمل. نعم. كلهم بشكرهم فردا فردا بلا ما سمي، لانه عن جد ما فيني اشكرهم قد ما هالبرنامج صعب، وعم نوصله بطريقه قد ما فينا توصل الحقيقه، من ان كان من المخرج عبد النجار او المنتج جيمي متى او المونتاج روي صدي وكلهم والنص إلسي خليل، كل الاشخاص عم بيشتغلوا معي بشكرهم من قلبي. وبشكر اول شيء قوى الامن الداخلي وشعبة العلاقات العامه اللي هن امنوا انه بواب السجون لازم تفتح للاعلام. واكثر شيء كمان شو فيني اقول عن الام تي في، من بعد ما فتت على سجن روميه قالوا لي اذا انت الام تي في نحكي معك، لأنه كانوا عارفين أنه رح وصل لهم صوتهم مثل ما هو وبلا تعديل. وفي سجناء قالوا لي أنه أنتم ما رح تسترجوا أصلاً تفتحوا الملف، وفتحنا الملفات بحلقات سابقة وحنفتح الملفات مثل جمعة الجاي الأحد. جريمة صارت من 18 سنة، بس هيدا السجين كان رح يقول بآخر الحلقة أنه أنا ما بتوقع بحياتي أني استرجي أحكي هالقصة، وحكى القصة وتسجلت يعني. وقال اصلا انا بنسمعهم اوقات معك عم بيقولوا ما رح تقدروا تحكوا هالشيء، وبنرجع بنسمع هيدا الشيء. انا بدي وجه معك ضم صوتي لصوتك لوجه تحيه لقوى الامن اللي قلبها رقب كثير من بعض القوانين اللبنانيه، لانه هالافراد بيقولوا لك، يعني انا في افراد من قوى الامن بيقولوا لك منعت الهم لما يكون عندنا مناوبه بروميه لانه قلبنا بيتقطع فوق. فيمكن لو منخلي هالقوى الامن اللي هن عم يعايشوا هالسجنة هن يحكموا كان حكمهم بيكون اعدل. صحيح. اعدل بكثير. سمير انت اليوم مشكور على هالشباك اللي فتحته على السجون اللبنانيه وقصصها المنسيه، خاصه انك عم بتقدمه باطار توثيقي محترف مش باطار عاطفي، مع اخذ العنصر الانساني بالاعتبار من خلال عاطل عن الحريه اللي راجع بموسم ثاني بعد رمضان واللي عم بتنفذ بالتنسيق الكامل نرجع منجدد مع شعبه العلاقات العامه بالامن الداخلي. وبس ما خلصت معنا لانه عنا نحن وياك انترفيو سريع، شو معقول يكون قولك؟ عاطل عن الحريه. لا يعني انت ان شاء الله تنقلهم من عاطل عن الحريه لاحرار اذا بيستحقوا. صحيح. سمير يوسف وانترفيو اكيد بس. سمير اكيد في مساجين مظلومين بس عملوا شيء. أكيد صار عندك خبرة بالتلفزيون بس بعد بينقصني كتير، لأنه مثل العاطل عن الحرية بالتلفزيون تتقدري توصلي للناس بدك تكوني حقيقية. صح. وعم جرب قد ما فيني يكون حقيقي بكل الحلقات اللي بعملها، بس بعد بينقصني شوي بالتلفزيون عم نحكي إنه يكون أقسى. أكيد برنامج عاطل عن الحرية بس بده إذا بدك الناس يتقبلوا هول الأشخاص اللي هن ارتكبوا هالجريمة، لأنه ما حدا معصوم عن الخطأ. يعني بتكوني ماشي على الطريق فجأة بتضرب شخص بسيارة بتصيري بقلب الحبس. صح. وما بتعرفي ليه. أكيد لبنان بلد رائع بس بده رئيس. صح.